ننتقل إلى هذه المشاهد التي وصلتنا في الحدث لهبوط اضطراري لطائرة كويتية بحسب الأخبار هبطت بتركيا نظرا لوجود إخبار عن وجود قنبلة على متن هذه الطائرة، وهذه الصور التي تحصلنا عليها في الحدث حتى الآن. هبوط اضطراري لطائرة كويتية بتركيا إثر إخبار عن وجود قنبلة على هذه الطائرة، نتابع هذه الصور التي تحصلنا عليها في الحدث.